بعيد البركات. مرة تانية لأحمد حسن، أحمد حسن وأحمد حسن وأبو تريكة يحط الهدف الأول للنادي الأهلي من قنبلة من أحمد حسن، والتصويبة وادي على طول يخش. أول وجهة، أول مرة واجه الوجه الأباني، جلبرتو الأباني، جلبرتو الأباني، والكرة العرضية وهدف لأبو تريكة جميل، هدف أبو تريكة جميل، هدف جميل جميل. أحد النجوم يعني جلبرتو يعدي من الأباني ويلعبها بالعرض ويطير يطير. طبعا صديق طارق السيد، وطارق السيد ويحط هدف الأول لداخل جلبرتو، ويحط الهدف الثالث للنادي الأهلي جلبرتو في الدقيقة 12 من الشوط الثاني، مفتوح من كلا الفرقتين ليه جلبرتو اللي راح له صديق هناك، وعماد متعب يلم كرة، عماد متعب وهدف، هدف جميل 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 جميل، هدف من بتوع محمود الخطيب وطاهر ابو زيد، جميلة جدا جدا، هدف عماد متعب في فكره، في احمد حسن رماها له، رقص ابن منصف ووقف، كله افتكر اللي هو هيلعبها بالعرض ببطن رجله في الزاوية البعيدة هناك، ويحط عبد الحليم الهدف الثاني عشان تصبح النتيجة 4-2 والهدف السادس ليه. جلبرتو لعيب رائع يا باشمهندس، رائع، 9 سنين من العطاء المستمر. جلبرتو عشان الناس تفهم يعني ايه النادي الاهلي لما يبقى له علاقه بلاعب محترم. جلبرتو اصيبه بالوتر اكيل اللي هو العرقوب ده، وتعالج منه وقعد مده طويله في المانيا، ورجع عودته الاصابه، فراح البرتغال يتعالج. البرتغال خدت رحله علاجه دي اكتر من سنه وشويه. فالنادي الاهلي لم يقيده، كان يستطيع فورا ان تعافى ان يروح النادي اللي يعجبه. جاء للمكتب، بص المحترم تيت عايز امضي. هو مقدر اللي انت عملته معاه. ايوه، مش انا، النادي الاهلي، النادي مقدر اللي النادي عمله معاه، فتحش بقه وعالجه. ولذلك في 9 سنة كنا نستطيع، لما جاله عقد احتراف في بلجيكا كان النادي الاهلي ممكن ياخد منه يعني عائد، ولكن النادي وقتها قال كل العطاء اللي قدمه ده وهذا الموقف الراقي منه، قالوا له ده اخر سنه ليك في الاحتراف الخارجي، مش هنطلب منك حاجه. مين بيفكرك بيه دلوقتي؟ في الشخصيه أجايه. لان انا كنت تملي اقول جلبرتو هو الحل لكل لاعب مزنوق في الملعب. يعني اي واحد مزنوق لو عمل يمين هيلاقي جلبرتو، لو عمل شمال هيلاقي جلبرتو، فيروح مديهاله. وجلبرتو ده ما كانش عنده ميس باس تقريبا، ما كانش عنده ميس باس. ايوه، وكان عنده الاوفر المحكمه. ايوه، واخد بالك؟ انا بشوف ان أجايه مساند لكل اللعيبه اللي موجوده في الملعب. بيفكرني في بيه في اي حته تلاقيه، والشخصيه المحترمه وكل حاجه يعني. زي النهارده او زي نفس يوم مباراه الاهلي ان شاء الله.